إنفلونزا حادة بعرض كورونا تستقبل المصالح الاستشفائية حالات منها هذه الأيام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حالات الإصابة بالزكام الحاد وكوفيد 19 ارتفعت في الفترة الممتدة ما بين شهري ديسمبر وجانفي واستمرت إلى غاية شهر فبراير الحالي. بالنسبة للإحصائيات تاع ليزانفيكسيون ريسبيراتوار اللي لاحظناها في شهر ديسمبر وفي شهر جانفي حتى شهر فبراير، في ديسمبر كنا لاحظين بلي كانت 25% حتى 26% كانوا تاع لا غريب أ، فيها شويه الاش ان ا، فيها رغم ما عندناش لا بي سي ار باش نقولوا اسكو اش ان ا ولا اش 2 3، وكانت عندنا 8% في شهر ديسمبر تاع سارس كوف 2 بوزيتيف، كورونا فيروس بوزيتيف. في جانفي لاحظنا باللي الكورونا فيروس طلع 11% اللي كانوا يجونا بعد الاعراض تاع التنفسيه ولا الاعراض تاع السعله كانوا كورونا فيروس بوزيتيف، و15% بقاو لا غريب هي اللي راهي مسيطره. غياب الذاكرة المناعية يؤدي إلى خطورة الإصابة سواء بأنفلونزا الموسمية أو بكوفيد 19 حسب مختصين. الفيروسات اللي راح تجي هذه الخطرة هي اللي معروفة راح تمد أعراض خطيرة، علاش؟ لخطر الذاكرة المناعية، راحت كي راحت الذاكرة المناعية الجسم تاعنا كي يتلقى بهاد الفيروسات وكأنه لأول مرة يعرفهم، ولهذا رانا نشوفوا باللي اليوم راهي أعراض عائلات كاملة، شركات، بزاف ناس راهي عادة تتأثر بزاف بالفيروسات هذه اللي تنتقل عن طريق التنفس. استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية يبقى دائما سبيل الأنجع للحماية من هذه الفيروسات التي عادة ما تشكل خطورة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.